نهارا خص تسجل ايجن فيديو في نفس الوقت نعزو الساكنه بنولي الشك تعامل ليك فيديويا بجديه من زين نعزو نخدم شويه ديال المصلحه العامه. مؤخرا يناقش المجلس الاقليمي الوضع غايوض التعليم دي اقليم الدريوش وفين وصفت نثني يعني كارثه. ما معنى كارثه؟ يعني الشقة مازيخت مهزلة وذين من غير تعاون واخا أو ناس تعاون وزارة التربية الوطنية نيخ الشقة المديرية الإقليمية الدريوش نيابة التعليم الوزارة الداخلية شتينا تصل معلومات خ مؤسسات التعليمية شمين خصها ديني خداني تا خصها ديني اجتنين نقاط مهمين خاص تسيوخ اجتن ثينا تمن سنين اش تواجد في بلدية ابن طيب اش تواجد في جماعة مهاجر السيزواخ ستني جماعة مهاجر جماعة مهاجر المجلس مثل الحالي اقف يخطط باش غاس نتيري يجن المدرسة قالت المدرسة الجماعاتية المدرسة الجماعاتية من تعالى التاف ديج مدرسة أما شنو المدارس النغنية ماشي تيري دايس المأوى يعني تيري دايس المبيت يتيري دايس المطعم يتيري دايس يعني أما شنو بنادم قارس الدار طام قرانت ومي تختشق المدرسة الجماعاتية تختشقي واحد جانين يمحضرني يتقسيح باش هذا حنغ المدارس انتي ديوسن هاد نوكش الأمثلة الشنقارس جماعة مهاجر ويدايس نهار قدايس ثواردة ذيس بوشيداد ذيس إمعلاطن ذيس إهراويين ذيس ثاندا جيتا إمرشيون يعني إيو ذاني جان دير الظروف جماعة ذيس جيتا النخ إحياثن جيتا مغبال سنج يعني يحيات ماني واتي وضن غير المدرسة الفرعية ني يحيات ني خوه باب ني خمشة نومي قال شينا لا فاطمة غاريك وغير عسارة دين ربعا دي محضان خميتا حنا غانا المدرسة العادية العمومية الشاثن ربما 4 كيلومتر 5 كيلومتر مي محضان خمس سوار السوار خيني قان ذي لي ابتدائي يعني صحاب التحضيري الثاني الثالث الرابع الخامس السادس هي محضان هنا قادين يجي مشروع أدير إن شاء الله مستقبلا وإنما من الزمن اللي في فيديويا هي ثموة مروادين تجي ثموات المشروع ويتحقق شا قول السنة في مقارب نيخ اللي تحقق شا المواصفات وتجيبو على حسب مين دازي تفطر التحمولات ثموات إذا سني خصن هكا المعلومات تقرقي تفطر التحمولات يعني دي كي تشارج يعني الجماعة ربما تقريبا عزون هكتار ما يهمني حما دايز بن الحجرات دايز كل ملعب كرة القدم دايز كل ملاعب عن قرب حنجاري بالزنان دايز كل المبيت دايز كل المرافق الصحية دايز كل الداخلية دايز كل المطعم دايز جمعا زي جميع المناطق يتجان نيخ جميع الدواوير يتجان تابعين لجماعة مهاجر نجمنا تستقطبن يبدان يتجال غبار مثلا الشقارس نواحية مميس نواحية مدريري في غرض مانية نزيد الرغن تغيرين ماني نتفكان الشين كساكينة كجمعية كفاعلين تواصل يجي وذان تورى أحسن موقع أثنيخلا ومانا يوتشي ذي جن رفض ذي جن ديج الاقتراح نيخ وانما ديج الواقع فضيخ في النس من يعني غاخذ جم ويلي تاز تساز كوشانا ويقان تواريتا غاد ساعدني وبباح يتكعد ويل يتفغث نيس ابي ذا قناس ابي ذا حريفيين يتفغو بيدي تحن غاد حد ما نتبصر قاد ليلين يبريدن قبيدني غادي كمرا دي ديولار ديني احسن ما امشان باش تخلق مدرسية الجماعاتية هي ذا مشان وانيت يبدا ثاوا المهاجر يعني نشد قارس جماعة مهاجر وأمز وارو تو غنسمي في النخ قارس سحاب الحد وإنما الأخوة تجيبو سحاب الحد سحاب الحد سحاب العسارة سحاب ثواضة سحاب الموية سحاب مزيرن سحاب الزاوية المهم غير ذلك ثم واثا وتجي أخ مش بطل لا
ذيني وذان أقين تقيم في سبيل الله مثلا دير مزيدة وين قرأ التمزيدة ذيني وذان قصنا دير الخير ها يمشان الخير ما مش غقنا خزان يني غاجة دين تمواث أنا قصدن أكيز نسيورن باش المعاون قد شنت بارك الله يورشش شنت نزيخ المثل ذي العمل الخيري العمل الإحساني القدوة ذي التعامل ذي التضامن ذي التكافل الاجتماعي مرة نسنجم الفرصة يا ثاني تا وان معاون جاران خباشا لنوفا المبلغ واني تا وميقان هكتار نتمواث حدا تي وش اذي وش تمنية حدا ذي عاون ذي جشوازي نتمواث نس حدا تي صغ سكورشي حدا ذي صغ اربع مرة يقا يمكن تسوى تس تمنية ربما تشان على حسب المقدارينو يمكن تسوى 200 مليون وربما قل وربما كتار وإنما غالبا على حساب هكتار ثموات رخو غاس القيمة أمني غتسوى تقريبا سقدين سحاب ثموات أن عاونت ونغير عاونت ينا ذي غيفة من إذ بلاتا غاس ثموات خسنة تزنزن وز ما تزنزن ما يمي وغاس هو الملكية وغاس هو الشهود غيث بتنبي إنه ثموات ني تنتمي إلى فلان لغا فلان إيو ذان مرقين فوز كفوز تبارك الله ذاق بيتشطان قرانت أذوفان أذعاون ثم ذا وتشيبون تجيتي المدرسة تجيتي ثاوان نخ تجيتي ثاوان ثاوان نخ مستقبل يعني بكل صراحة شتو سيد الفرصة وسيد الغيرة السيور خ الموضوع عواني توفيق إمارات طاس غاسي الأهمية ديج القيمة طام قرانت ما يمي مرن بنادي 60 70 دار 80 دار بالنسبة لنا لا تساوي شيء وما إنما مرن بنادي البشر يعني ذي الموارد البشرية من بنادي ذي الطرية ذي الأخلاق ذي القيم البنادم وشاء نوح نجى الخلفة وعلى نخ تعتبر بالنسبة لنا شيء نجى صدقة جارية أي ثما سوي ثما المقصود دينو خصخ أضطر بخ إيوذان باش أضخارط جماعة قبلية يهول وذا يسبو المراوغة وذيس بو التخرويض وذيس بو السياسة من ديس ديس نية حسنة يخصها المعاون غاد الصفغة المشروع غا حيز الموجود خبر نوح الناس الجماعة الشميت غيس غنطموات الجماعة مهاجر من السنيت الشنطاوان العالم القروي وغاسن وربما ميزيغا خصن ورا الوثائق التسيير شي قارس ميزيغا خصن شواغ ضمني فوتوكوبي مني استلاوات مني المعاونات ربما ثم ثوقان هكتار تهون في رمشت يعني شهر شهرين ثلاث شهور اليري بجسقان ربما اوفات ويتغي قرد قرد رجال الاعمال قد تبارك الله قرد رجال الاعمال غاخ شخصيات غاخ وذا المقاولين غاخ وذا الغبارة ربما هجان 20 سنة 30 40 سنة ازدكشني ثمواثا بين ازدكشن ازدكشن ثوي زيادة تبعا وانتثى من ومير باش أدين لديج القدوة على الصعيد الوطني ذي توفير العقار من أجل إخراج إلى عين إلى حيز الوجود المشروع ومقام المدرسة الجماعاتية أدعو لكم المدرسة الجماعاتية قد تغاخ ذاني تبوشان ومقام بوذي نارا غير شوي اسم وخاص عقير خشاء انجح اقت جيت تاع عين زورا اقت جيت تاع ساكا المهم اقت مش نغني وانما ذي الدريوش منطقه الدريوش اقترحنا تيري دي جماعه مهاجر تغتبنا لي استراتيجيه سابقا مرا افض مالايا غاوين غا الواقع تفشين غاسيد ربي العالمين غاخي تما يجز غلق أدبوتيخ أدتقلخ ثانتي قناص نقطة ثمز واروت يعني مؤسسة جماعاتية لجماعة مهاجر أدحخ النقطة أسنين تخصى بلدية إبنطي غاخ ذا إمحضان إجان تبع إنوناثن أقين تبع إيه جابع أقين تبع إيه جغزارني ذانيتا وميقانشين أغبر بوعابي جيتني بوعابي أقين تبع جيتني مزيرن جيتني تزناشت زيزناشت سنجي أقين تبع جيت نيوان ملبل أمشان نيو المعلومات قبل ما داس السي ورخ ديال الموضوع ناني قضم واثق تديني وإنما ميغا أكد خس المعلومات ما مش تجد واثق ديني ما قت موثقة ما قت يعني محفظة ما غاس ما قت هيبة وزارة التربية الوطنية ما غاس السلطات نيخ بالنسبة نشعل وغايب والمعلومات أكيدة خس خان السيور إيه من جديد قوى السيور بوكس حاب بلدية بنطيب أدعاون أدخفن ثاونسن
هذا غاخ بكل صراحه للدخول المدرسي خميت انت استقبل اي محضر للتحضيري انت حنا غا المدرسه نومي قان الزيتون قانصني يعمر وهذا حد تاع حنا غير ابن الخطيب يعمر تاع حنا غير العهد الجديد تاع في قانص قراخ 41 42 ماشي قدا اذا بلاصه ثنين المهم يعمر تاع حنا غير العهد الجديد يعمر مي خصني خصيج المدرسه اتخرق وتجيبوا الفرعيات تخرق المدرسه ماني غتخرق زوان ام البايا غيرين اجماضيني ولا في جيت نزناشت قام دين تمواث وإنما الله أعلم مني خ المدرسة الجماعاتية دي جماعة مهاجر خص خاتني نفس الشيء يوم شانا ومي قام أسمي خزناش سنسمى ديني جيغي شاد المعاون إخوان بنيولي الشيك شخمي قاخ بنيولي الشيك ما يميه كل جني تروخ إيم طول نسي تروخ خوي جنس وإنما نشين مغاربة مرة ونير دغي عاونا غدي السيرفوس نطحها بزيز قبيلة بنولي الشيك تواجد دي إقليم دريوش مرة الجماعة دي تواجد دي جماعة دي إقليم دريوش مرة خصنا دي المساعدة إما الهيبة إما التواصل إما المساعدة باش أضفان العقار من أجل خلق أو إنشاء أو إنجاز مدرسة خاصة يحن جانا دي الشتن تقريبا 4 كيلومتر زيكار ومنافع على حال الشطال أرى غيرا قوى غاسم ماني غاغان مرا وغرين دي مدرسة الزيتون قرب بلدية ابن طيب المركز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.